السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتحدث اليوم في هذا الفيديو عن كيف نحول واجهة المتصفح من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. نذهب إلى النقاط الثلاثة في أعلى المتصفح هنا: الإعدادات. نذهب إلى الإعدادات، إعدادات المتقدمة، اللغات، و نستبدل اللغة العربية، نختار اللغة الإنجليزية. لازم أضغط على ثلاث نقاط لتغيير اللغة، ومن ثم أضغط على جوجل كروم، عرض جوجل كروم بهذه اللغة، بنحط عليها صح، بنعمل إعادة تشغيل للمتصفح تبعي للتأكد، وبهيك صارت اللغة عندي باللغة الإنجليزية. بس ظلت في عندي مشكلة واحدة، إنه لو أنا كنت بدي أعمل مثلا اختبار إلكتروني باللغة الإنجليزية ورحت على الدرايف تبعي لأتأكد إنه هل الدرايف تبعي بالعربي ولا بالإنجليش، راح أفتح الجيميل تبعي وأروح على إشارة الزائد من هون، راح أروح على النقاط الأربعة. سوف أذهب إلى النقاط الأربعة. بعد النقاط راح أذهب إلى النقاط الأربعة، راح يفتح عندي الدرايف. لو ضغطت على الدرايف بلاقي إنه جديد. شوفوا الدرايف لسه باللغة العربية. كيف بدي أحول الدرايف تبعي للغة الإنجليزية؟ برضو بروح على إشارة السيتنج أو الترس، الإعدادات، ومن ثم اللغة، تغيير إعدادات اللغة. بختار بدل اللغة العربية بختار English. ننزل لتحت ندور على لغة وبكتبها فوق مباشرة. هون بيحكي لي اختاري البلد، بختار البلد اللي أنا عايش فيها وبعمل إيش؟ اختيار. وبهيك بيكون حول لي اللغة أو اللانجوج داخل الدرايف تبعي للإنجليش، لأنه ضروري أنا لما أكون بعمل لغة امتحان باللغة الإنجليزية يكون لغة الدرايف تبعي إنجليزية عشان الاتجاهات.